لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. جولة داخل منزل الفنان بالقاسم بكنا وزوجته بعد مرور أيام على رحيله. تساءل التلفزيون عن من هي زوجته التي تعيش معه في نفس المنزل وأين يعيش الفنان بالقاسم بكنا. جاءنا اليوم للرد على أسئلة الجميع. بالقاسم بكنا فنان ليس كمعيار الجميع، بل أن أغانيه حصلت مشاهدات تخطت حيز المليون مشاهدة، ولكنه يعيش في منزل بسيط جدا مع أسرته المتواضعة، ويعيش في منزل ليس كما يتوقع أحد أنه من الفنانين الذين يعيشون في منازل مهولة، حيث قال من قبل أنه يعيش في منزل بسيط مع زوجته وأولاده وأسرته وهو راضي عن حاله، أنه يكفي حاجة أسرته فقط، وقال ما عليه في هذه الدنيا أنه أن يكفي حاجة الأسرة فقط، ولكن الإنسان لا يقاس بالمال أو المنزل أو هذا المقياس. وقال عملت مع فنانين كبار، ولكن ليس كما يتوقع الجميع، إنني من الأشخاص الأثرياء، أنا حالي متوسط وراضي والحمد لله. ووصفه الجميع بأنه طيب القلب بعد ما قاله، حيث قال أحد التعليقات أن الفنان بالقاسم بكنا يشعر بحال الفقراء ولا يتباهر بمنزله أو بسيارته، هو راضي عن حاله فقط بإكفاء أسرته من الحاجة، وليس كما يتوقع أحد. وصفه الجميع بأنه من أفضل الفنانين الذين يعشق أغانيه التراثية الشعبية، حيث تخطى أغانيه حاجز المليون مشاهدة وتحقق نجاح باهر. وبالقاسم بكنا من أشهر الفنانين في تونس، يعيش في منزل متواضع مع أسرته الكريمة وأبنائه الذي رفض الكشف عنهم. وعن سؤاله عن زوجته، قال أن زوجته ترضى عن حاله دائما، وهو يشعر أنه اختار أفضل زوجة في حياته، ولكن رفض الكشف عن اسمها أو معلومات عنها، وقال أنه يرفض ذلك لأنه ما دائما يرفض فكرة خروج الأهل عبر السوشيال ميديا، وهذا أمر غير لائق بالأسرة. وقال أنه يحترم ويقدر الشعب التونسي، وما دائما لا يهتم بالتعليقات السلبية التي يراها يوميا. قال أنه يرى الإيجابي قبل السلبي ويقوم بالتحفيز عليه. قال أنه تلقى تعليقات سلبية كثيرة من التونسيون ومن خارجهم، ولكن هنالك أكثر الناس تحبه سوى أغانيه التي تحقق نجاحات باهرة. بالقاسم بكنا هو مطرب تونسي أصيل بلدة بلدوز، اشتغل مدرسا بالتعليم الابتدائي، وقد برز أغانيه التراثية الشعبية ذات الإيقاع الصحراوي، تغنى بالحب والفراق والوحدة، وأنت 11 ألبوماً اشترك ذلك بعرض كبير من الأغاني. وقد أدت له المطربة أمينة فاقد بعضها. توفي بكنا في 5 مايو 2024 بعد صراع مع المرض. غنى بالقاسم بكنا لمحمد الطويل وأحمد برغوثي خاصة إذا غنى الأول منهما عندي 7 سنين تعدوا الضحضاح سهران، ومن بين غنى برغوثي والدة، ومن بين 10 الأغاني بكنا أيضا الغربة ورأس عيون الطير القطة، اللهم صلي على المصطفى يا محبوبي، الميلاد سنة 1962، دوز تاريخ الوفاة 5 مايو 2024، العمر 61 سنة، مواطنة تونس، النوع موسيقى تونسية، الآلات الموسيقية صوت بشري، المهنة مغني ومعلم مدرسي، اللغات العربية، الديانة الإسلام. وعند سؤال بالقاسم بكنا عن أيضا شيء في حياته، هل تخطى الأغاني أرباحا كما يتخيل الجميع، حيث قال إنه لا يحب الرد على هذه الأسئلة، وهذا رزق من الله، ولكن هذه الأسئلة لا تسأل الجميع. وبالقاسم بكنا من الفنانين المتواضعين الذين لا يملكون الغرور في الوسط الفني، بل يملك البساطة وحب الجميع. وقال إنه كان ما دائما يحب التصوير معه، قال إذا طلب منه إحداهم التصوير معه فيعرف إنه محبوب وسط الناس، ولكن غادر دنيانا في حزن واسع، وغادر عالمنا وترك كل محبيه التلفزيون، حيث وصفه الجميع أنه رمز من رموز تونس الكبار الذين إذا فارق تونس سيحزن عليه الجميع مثلما قالوا. والجميع حزن على الفنان بالقاسم بكنا بخبر وفاته التي أثار صدمة وذهول في الشارع التونسي.
وجنازته حضرها عدد كبير من الفنانين بسبب حبهم له، وأيضا حضرها عدد كبير من أسرته وعائلته وكل جيرانه الذين يحبونه ويقدرونه دائما. وطالب أحد أفراد أسرته بالدعوات لأخيه بالرحمة والمغفرة، حيث قال: إن الله وإن إليه راجعون لا نقول إلا ما يرضي الله. وقال: لا توفي إلى رحمة الله أخ العزيز بير قاسم بكنا. هذا الخبر شكل صدمة كبيرة على أسرتنا، ولكن نعرف أن هذا قضاء الله رحمة الله عليه. نطلب منكم فقط الدعوات له بالرحمة والمغفرة، والدعوات لنا بالصبر والغفران له. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وزد في حسناته، واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. هذا الدعاء يعبر عن امنيتنا لتوالي سيئات الميت وتزيد حسناته، وان تكون قبره نقيا ومشرفا مثل الثوب الابيض النقي، حيث لم يرى الشعب التونسي اي تصرفا قاطعا من الفنان والقاسم بكنا سواء على المسرح او سواء في اي حضور، ما دائما ما ترك صورة له يعشق بها الجميع. وسر وفاته وبعد صراع طويل مع المرض عانى منه في المستشفى، ولكن حاول مع المرض ولكن ترك دنيانا ورحل عن عالمنا بخبر احزن الجميع وانهار عليه الشعب التونسي الذي أبكى كل التونسيون. ونعاه أيضا الرئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث قال: تقدم خاطر المعساة والتعازي إلى أسرة المرحوم بالقاسم بكنا. أتمنى قبول التعازي والصبر والسلوان لأسرة المغفور له بإذن الله. بالقاسم بكنا تركت تونس أحد أبنائها وغادرها اليوم وهو فنان كبير. وقال الرئيس قيس سعيد إنه يعرفه أيضا منذ زمن ليس بعد انتشار خبر وفاته، وطالب بالدعوات له بالرحمة وليس بذكر اسمه في أشياء ثانية. وعدد كبير من الفنانين الذي توالت التعازي إلى أسرة المقبول له، وتوالت الدعوات لكل الأسرة الكريمة من الفنانين أو الجيران أو كل من يعرفه من الوسط الفني الذي قدم خالص التعازي إلى أسرته. وظهرت إحدى الشقيقات المغفور له في حالة حزن وانهيار أثناء الجنازة، وأيضا عدد أفراد أسرته ظهر بحالة حزن كبير أثناء جنازة شقيقهما، والذي لم يتم تصويرها بلقطات كاملة، بلقطات بسيطة تم تصويرها أثناء الجنازة. وكان الحضور منهار عليه من البكاء، ومنهم من كان يقرأ الفاتحة على روحه. وخبر وفاته شكل حزنا كبيرا في تونس أو خارج تونس أيضا، وهو محبوب من العرب وليس تونس فقط بسبب أغانيه المعروفة التي تحقق نجاحات باهرة. البقاء لله، لا نطلب منكم فقط إذا كنتم تحبون الفنان الكبير بالقاسم بكنا بترك دعوة له في تعليق الله يرحمه ويغفر له ويسكنه المسيح جناته. خبر وفاة الفنان بالقاسم بكنا صار دهشة كبيرة في الوسط الفني التونسي وأحزن ملايين التونسيون، وهذا بسبب حب الناس له. الناس يعرفونه بحب كبير وبشهرة واسعة بسبب أغانيه التراثية الشعبية التي تحقق نجاحات باهرة.